تجمعهم كرة القدم. هم 140 طفلاً وطفلة سوريون وأتراك يتمرنون داخل المستطيل الأخضر هنا بولاية هاتاي تركيا ضمن مشروع تعزيز الحوار والتماسك الاجتماعي من خلال الكرة. قوانين المستديرة واحدة، يحاول المشرفون على المشروع أن يدمجوا الأطفال من الجنسيتين عن طريقها. الأطفال السوري من الأتراك عم يتعامل معهم بنفس المعاملة، نفس الطريقة، ما في تفريق أبداً، أحسوا حالهم هن كلياتهم أولاد بلد واحد. نلغي فكرة أنه سوري وتركي، رح نكون نواة لفريق كرة قدم يستمر مع الأيام بفضل المواهب الموجودة ضمن الأطفال. في كتير يعني خامات حلوة كتير إن شاء الله. الهدف من المشروع هو الدمج المجتمعي بين الأطفال السوريين والأطفال الأتراك وتنمية مواهبهم. مدة المشروع 3 شهور ومستمر بإذن الله. من سن 8 حتى 17 ولمدة 3 أشهر يتمرن الأطفال هنا ضمن فئات عمرية، طريقة لتعزيز التقارب وكسر الحواجز بين الأطفال عن طريق اللعب والمتعة والمنافسة. مدة قد لا تكون طويلة ولكنها تكفي لتكون حجر أساس كما يعتقد القائمون على المشروع الذي أضاف للأطفال نوعا جديدا من النشاطات في حياتهم اليومية. أمنيتي أني أصير لاعبة كرة القدم ومشان نكون هذا رفيقة التراك والسوريين. هجلارم çok tecrübeli onlarla. هنا لي أصبح لاعبة كرة قدم. اليوم كان لدينا تمرين. مدربونا أصحاب خبرة كبيرة ونحن نجري التدريب معهم. أجرينا اليوم تمارين المباراة القادمة وأيضا هناك أسبوع أو أسبوعين لمباريات نادينا. البحث عن مشاريع لتعزيز التفاهم والتقارب بين الأطفال السوريين والأتراك والعمل على دمج السوريين بالمجتمع التركي هو الهدف من المشروع الفريد من نوعه في الجنوب التركي والذي لاقى قبولاً لدى الطرفين.